هذا النداء يسميه الإمام زين العابدين الواعي، يقول خذوه من عمتي زينب تدرج تدرج. لاحظ القول، النداء، الاستغاثة، الصرخة، الواعية. وإذا تعرف الواعية وين عند أهل البيت، صدقني إلى الصباح ما تنام من البكاء، ويجي ذكرها إن شاء الله لك. لاحظ، لأن الإمام السجاد يصف هذه الصرخة، صرخة السيدة زينب الواعية، يصفها أنها الواعية، يقول نادت بصوت حزين يقرح القلوب. هي كانت تتحدث مع يزيد، حديثها مع يزيد معروف. شوف تغير لون الحديث، النبرة، الحنجرة، الصوت. يا حسينا، خاطبت رأس الحسين لما رأت يزيد يرفس الرأس برجله، نادت يا حسينا يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء، سيدة النساء. هذا واعية. بعد الواعية تأتي الصيحة. شوف الصيحة هي أعلى شيء، لأن الصيحة يطبق لها ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. هاي في اللغة العربية أحبتي، وأنتم تتقنون اللغة العربية بارك الله فيكم. الصيحة لا تقتصر على شخص معين، إنما صاحبها حزين ومتألم ومتوجع، ويقولها بصوت حزين، بحيث كل من يصغي إليه سواء أصغى أو لم يصغي تفرض الصيحة وجودها على البشر كافة. ودائما الصيحة تأتي من الأعلى. شوف، تأتي من الأعلى. الآن عندك صيحة. الصيحات التي مرت في التاريخ أخمدت الناس، أطفأتهم، لكن هذه الصيحة القادمة ما تخمد الناس. قبل هذه الصيحة في نفخة تأتي، نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هاي البارحة تذكر إلا من رحم، هنا أيضا تأتي. هؤلاء ما يصعقون، يعني كل شيء في السماوات والأرض من الصرخة من النفخة الأولى يقع، لكن القرآن يقول لك في ناس ما يقعون لأنهم فوق الصيحة وفوق النفق. ملتفت؟ وهم محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. يعني أنا أعتقد بعقليتك، عندي عقيدة فيك لأنك متربي عند هذا المنبر، منبر الحسين، لذلك أعتقد. أريد منك تتصور أنه إسرافيل يملك، يأخذ الصور فينفخ في الصور. تصور، تصور 14 معصوم أمامك، إذا هذه النفخة نفخ إسرافيل يقعون على الأرض؟ ها؟ يعني رسول الله يقع يصعق، الزهراء تصعق، الإمام الحسن، الإمام الحسين، أمير المؤمنين، روح 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 إلى الإمام صاحب الأمر يصعقون. أريدك تقرأ القرآن بوعي يا نور عيوني. شوف، لأنه المسألة البارحة مر الأمر عليه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، خلص أصحاب السفينة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللي يرحمهم الله ما يختلفون، هؤلاء أهل البيت وشيعتهم. الآن وين تروح؟ الآن تأتي المسألة إلى أن شيعة أهل البيت روحي لهم الفداء، لهم خصوصية في هذه النفخة، في هذا الصور. إذن قال
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أهل البيت ما يصعقون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أيضا لازم تفكر بهالنفخة، هي نفخة تكررت مرتين. المرة الأولى قتلت وصعقت وأطفأت، المرة الثانية أحيت وأنعشت وأقامت، وهي نفخة واحدة تكررت مرتين. لماذا؟ شوف المتلقي كيف. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني أهل البيت ما يصعقون لأن لهم حكم على الصور وعلى الملائكة، الملائكة خدام الحسين، ينفخ بالصور حتى الحسين يقع أو الإمام صاحب الأمر يقع أو رسول الله يقع. الله خلقهم أنوار قبل أن يخلق الصور وقبل أن يخلق الملائكة. الله خلق الملائكة من نور الزهراء سلام الله عليها، فكيف هذا الملك الذي خلقه الله من نور فاطمة يصعق فاطمة؟ هذه فقط أعطيك إياها إشارات وأنت تعرف. وبعدين النص موجود، هاي لا يقال لي أنا أغالي، هذا قرآن واضح يقول لك صريح العبارة، أعيدها حتى يمكن واحد ما سمعني. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. استثناء موجود ولا ما موجود؟ فما يقدر واحد يكذب القرآن يكون كافر. فالله يقول لك عندي أحبابي ما يصعقون، المصطفى وأهل بيته. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صارت نفخة قتلت ونفخة أحيت. شايف أمامك شمعة وجمرة، تنفخ على الشمعة تطفئها، تنفخ على الجمرة تشعلها، نفس النفخة، لكن المتلقي اختلف. هنا شمعة نفخة انطفأت الشمعة، جمرة أمامك نفخة اشتعلت الجمرة، صح ولا مو صحيح؟ مثال هذا يقرب المعنى لك. إذن هذه النفخة الأولى أصعقت وقتلت وأماتت، النفخة الثانية أنعشت وأحيت وأقامت. لاحظ إذا هذا الأمر يقتضي منا أن نتأمل. إذا هذه الأمور علمية بهذا الشكل من العلم وهذه الدقة العميقة التي أطرحها عليكم من مدرسة أهل البيت، معنى ذلك نحن مأمورون بالتأمل، مأمورون بالتأمل حتى ننطلق. هذه الصيحة القادمة تختلف عن الصيحات التي مرت وأخمدت وأطفأت. هذه الصيحة بالحق. لماذا قال يوم يسمعون الصيحة بالحق؟ لأن بعد هذه الصيحة يصيح إبليس الشيطان، وهذه دائما لاحظوها. عندك منبر مخلص لازم منبر شيطان إبليس على المنبر حتى يضرب ما قلت أنت للناس. انتبه انتبه حبيبي. عندك كلمة مخلصة هناك كلمة طبيعي. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ كلمة طيبة غذاء روحك وعقلك، غذاء لروحك وعقلك، الشجرة غذاء لبدنك، فيقرب لك المعاني. لكن بعد ذلك يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الكلمة الطيبة مع الشجرة الطيبة تقابلها كلمة خبيثة مع شجرة خبيثة، هاي طبيعة الحياة لازم تلتفت إليها. أنت تتحدث عن الإمام ومنزلة الإمام وعن الإمام علي بن الحسين، هذا البحور الطوامي تستحي من علي بن الحسين وعلمه وعبادته، لكن بالمقابل هناك مدارس أخرى تلمع لك وجوه منافقة، بل أكثر من ذلك مدارس أخرى لما تتحدث عن علي بن الحسين تحاول أن تقلل من قيمته، تحاول أن تنزل من شخصية هذا الإمام العظيم، لكن يبقى الإنسان وما فيه. واستمع يوم ينادي المنادي، الآن عرفت المنادي، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، في تلك الساعة الله يقول يوم يسمعون الصيحة بالحق. أولا أمرك أن تكون على أهبة الاستعداد أن تسمع، يعني ما تسمع باطل،
ما تسمع غناء، ما تسمع غيبة، ما تسمع نميمة، لأنه في احتمال قوي في أثناء ما أسمع غناء والعياذ بالله تبدأ الصيحة في السماء. ما تعرف، هذه أمور غيبية. فالإنسان دائما يكون على أهبة الاستعداد. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف بعض أصحابه، يقول هؤلاء يعتمدون الوضوء دائما. في واحد يسموه دائم الوضوء، شيء عظيم هذا، يعني الملائكة تكتب له عبادة حتى وهو نائم، إذا توضأت ونمت تحول مرقدك إلى محراب إلى أن تقوم من نومك، محراب ومسجد. الملائكة تسجل أنفاسك ركوع وسجود وقراءة، أنت متوضي ونايم على رسلك. شوف هذه القضية. يقول الإمام عنهم، يقول هؤلاء اعتمدوا الوضوء، فإذا نقض وضوء أحدهم، الإمام يقول أمير المؤمنين يقول تراهم يركضون إلى الماء لإسباغ الوضوء. لماذا سيدي؟ قال خشية أن يفاجئهم الموت وهم على غير وضوء. شوف هذا كلام أمير المؤمنين، شوف بمجرد أن ينقض وضوء يركض إلى الماء. لماذا؟ يقول خشية أن يداهمهم يفاجئهم الموت وهم على غير وضوء، لأن صاحب الوضوء صاحب سلاح، يعني ملك الموت يأتي لقبض روح إنسان على وضوء على طهور، أو يأتي لقبض روح إنسان على غير وضوء، اختلاف جذري من السماء للأرض. يوم استمع، يوم يسمعون، استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. شوف الله أرسل 124,000 نبي، ما جعل هذه الصيحة لأحد منهم، وإنما جعل هذه الصيحة لإمامك الثاني عشر المهدي من آل محمد. لماذا؟ لعظم القضية، قضية عظيمة. الإمام طالع مؤسس دولة الحق، قائد دولة الحق. القضية تختلف عن كل ما مضى من الدول والحكومات، هذه دولة الحق تمتد إلى يوم القيامة، لأنه لا دولة بعد دولة أهل البيت. بس هذه عرفوها أحبابي، حتى هذه الأحاديث اللي تسمعوها الإمام صاحب الزمان يحكم 7 سنين أو 7 سنوات، كلها ابعدوها عنكم، ابعدوها نهائيا. دولة الحق لأهل البيت ليس بعدها دولة، خلاص لا يوجد باطل، ولا توجد دولة إبليس، ولا يوجد الشيطان. حتى الإمام الحجة سلام الله عليه يقوم بقتل الشيطان، يذبح الشيطان بنفسه، يعني خلص ما لك دولة يا إبليس، انتهى الأمر. إبليس لما طلب من الله وقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ما الذي قال له؟ قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ما أوضحها من آية. إبليس يقول انظرني خليني أعيش إلى يوم القيامة، الله قال لا، إلى يوم الوقت المعلوم، يوم خروج الإمام وبداية دولة الحق أنت تنتهي، بعد ما لك وجود. شوف هاي الآية العجيبة، والله نقرأها وما نلتفت إلها. ربي أنظرني، إبليس يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. ولماذا أعطاه الجواب؟ لأنه كان يعبد الله، قال أنا كنت أعبدك فأريد حق من عندك. قال شنو حقك؟ وأنت الآن كفرت. قال أريد أنه لا تجري علي الموت إلى يوم يبعثون، يوم القيامة. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، بعد ذلك تروح، أنت ما تبقى، لأن هناك دولة الحق، هناك دولة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكيف يعملون. شوف هذه المناسبة أحبتي، فالصيحة للإمامة،
والصيحة لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصيحة معها يأتي شيء سبحان الله، مع الصيحة طلوع الشمس من مغربها، مع طلوع الشمس من مغربها تأتي العلامات في يوم واحد. والعجيب أن هذه العلامات المحتومات لا يمكن، لا يتدخل فيها البداء ولا المشيئة، إنما ببداء بمشيئة رب العالمين تتحقق في ساعة واحدة. يعني أنت الآن جالس بالليل الساعة 8 مساء، الساعة 10 إلى الليلة القادمة الساعة 10 تجد الرايات كلها خرجت. إن الله يصلح هذا الأمر بين عشية وضحاها، ما تأخذ حتى 20 ساعة منك ما تأخذ. وأول راية تخرج ويطلع صداها والعالم يسمعوها راية السفياني. التفت شنو؟ راية السفياني. بعد ذلك اليماني، راية اليماني، ثم راية الخراساني. وانت عايش في مجتمع حبيبي، في عالم يلتفت إلى هذا أو لا يلتفت. من هو اليماني؟ ومن هو الخراساني؟ ومن هو السفياني؟ وراية الدجال؟ ومن هو الحسني؟ هذه الرايات كلها تخرج، وإذا الإمام ظاهر بأبي أمي بين الصفا والمروة يمشي، ومعه أصحابه في لحظات يجتمعون بمسجد الكوفة، ثم ينتقلون إلى الصفا والمروة عند الإمام، ثم تجد المفتقدين من فرشهم بالليل عندك، أبوك أو والدك أو صديقك أو أخ نائم بالحجرة ومقفل الحجرة عليه، تجي أنت تشوف القفل موجود والحجرة مقفولة بس هو ما موجود، منين خرج؟ هؤلاء المفتقدة، المفتقدون من فرشهم. أنا أقول هالأمور أحبتي حتى واحد لا يغفل عن هذا الحدث العظيم وهذا الأمر العظيم القادم على العالم. الله سبحانه وتعالى يقول لك ويرونه بعيدا ونراه قريبا، ثم يقول استمع. يعني إذا واحد يأتي ويقول لماذا نحن نقرر أن الأمر قريب، الله يقول لك استمع الآن هاللحظة. شنو معنى استمع؟ يعني بهاللحظة يقول لك استمع، أنت تقول لماذا ولماذا؟ يعني عندك قائمة مع الملائكة أن هذا الأمر راح يتأخر وما يتحقق. ذاك اليوم أسمع واحد يتحدث عن الإمام وقال هذه الكلمة، قال من يقول الإمام يظهر؟ يمكن بعد 10 ملايين سنة يظهر، هو قال هذه كلمته وموجودة بالمسجل عندي. ليش حبيبي؟ لماذا أنت تقول الكلام هذا؟ أنت معمم ولابس عمامة. اذكر فكر أهل البيت، انقل القرآن ماذا يقول. الله يقول واستمع، الله يقول لك واستمع، أنت تقول بعد 10 ملايين سنة؟ إذا 10 ملايين سنة يعني عطل هذه الآية، قل بعد 10 ملايين سنة واستمع يوم ينادي المنادي. القرآن الآن يقول لك استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني قريب عليك، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، فيجتمعون عنده. بعدين يبعث بأبي أمي أحد أصحابه من الناس المخلصين، يبعثه إلى أهل مكة في رسالة، فيدخل هذا الرجل إلى أهل مكة في تأويل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في تأويلها. هذه تعود على صاحب النفس الزكية، هناك حبيب النجار، هنا هذا صاحب هو ذو النفس الزكية رضوان الله عليه، الآن واحد من أصحابه، وما عندنا احنا عداء من صاحب النفس الزكية. يعني البعض يذكر صاحب النفس الزكية وما يعطي مكانته كأنه متعارك وياه. صاحب النفس الزكية ذكره مثل ما هو، شو لك شغل فيه انت تقول هذا هو ما عنده شيء بس يبلغ رسالة؟ لا، عنده كل شيء، الإمام انتخبه واختاره وجاء وهو معروف.
صاحب النفس الزكية، رجل معروف داعية. الإمام أمير المؤمنين يقول داعية حق توارى من وجه الظلم. الإمام انتخبه من المدينة، قال احمل هذه الرسالة واذهب إلى مكة واقرأها عليهم. يدخل يوم الجمعة عند صلاة الظهر، قبل أن يصعد الخطيب بمكة ويخطب لصلاة الظهر، النفس الزكية يصعد ويلقي هذه الخطبة من الإمام سلام الله عليه. إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويذكر اسم الإمام، يقول إنا أهل بيت النبي وعترته وأهل بيته ظلمنا منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونستصرخكم ونستصرخ ضمائركم ونريد النصر منكم، انصروا الحق. ما يوصل إلا إلى هذه الكلمة فيهجمون عليه، ينزلوه بالضرب والعذاب الأليم اللي يصبوه على رأس النفس الزكية، ثم يذبحونه بين الركن والمقام كما يذبح الكبش، وكل وسائل الإعلام تنقل الصورة. التفت، كل وسائل الإعلام الآن، وسائل الإعلام تنقل صورة المسجد الحرام، يعني مكشوف الآن هاللحظة 24 ساعة الكعبة والمسجد الحرام، الحرم المكي مكشوف لكل العالم. ذاك اليوم يوم خطبة الجمعة وهؤلاء يخطبون، كل العالم متوجه، فيرون هذا النفس الزكية كيف ذبح وكيف قتل، ويكون معروف عندهم، يعني ليس شخص عادي ما معروف. الإمام أمير المؤمنين يقول إنه داعية حق، يعني خطيب خادم لأهل البيت. الآن من هو؟ ما حد يعرف هذا الشيء، هذا شيء غيبي، وليس في كلامي إشارة لأحد، ولا يمكن لأحد أن يتصور من كلامي أني أعني فلانا وفلان وفلان، أعوذ بالله من هذا التصور الشيطاني. هذه قضية غيبية، لكن واحد ينقلها مثل ما أهل البيت قالوها، ومثل ما نقلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فانظروا إلى هذا الحدث، يعني منذ أن خلق الله الكعبة إلى يوم الناس لم يذبح أحد بين الركن والمقام إلا النفس الزكية، لأن عبد الله ابن الزبير قتلوه بالكعبة، ما ذبحوه، وليس هو النفس الزكية، يعني الأمر يختلف. لم يذبح أحد بين الركن والمقام، ولم يجري دم بين الركن والمقام بهذا الشكل إلا دم النفس الزكية، بحيث يهتز له العرش والملائكة تضج والإمام يبكي عليه، ويعلم أنه بعد ذبح النفس الزكية ب14 يوما يكون ظهور الإمام سلام الله عليه، والحكومة التي تحكم ذاك اليوم. الآن أي يوم؟ التفت، الحكومة التي تحكم ووجودها في الحجاز، يقول كما القارورة تتفسر وتسقط على الحجر وتتكسر، الحكومة كلها والنظام كله يسقط في لحظات بعد قتل النفس الزكية، بحيث العالم يفاجأ كيف سقط هؤلاء. قل دولة بني العباس، لنقل دولة بني العباس حتى نحفظ وجهة المنبر، دولة بني العباس كيف سقطت هذه الدولة؟ يصفها الإمام أمير المؤمنين بالقارورة، شايف القارورة البلور؟ إذا وقعت القارورة على المرمر على الحجر كيف تتفسر وتنتهي؟ يقول دولتهم بعد ذبح النفس الزكية بساعات تسقط ولا يقوم لها قائمة. تفت، فإذا العالم كله متوجه إلى هذا الحدث، وأنت شاهد على ما يجري، وأعظم دليل على ذلك كربلاء المقدسة وزيارة الأربعين وزوار الحسين. بزوار الحسين خلطت نفسي لأحسب منهم عند العداة. هناك هذا التوجه كله لإظهار منزلة الإمام سلام الله عليه، وقوة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن القوة التي يخرج بها قوة لا يحلم بها العقل البشري أبدا،
لأن واحد من قوة الإمام أو واحدة من قوة الإمام هذه الصيحة. الصيحة هاي قوة الإمام سلام الله عليه. هذه الصيحة: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. الآن لعظم الصيحة وأهمية ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، تأملوا جيدا تلاحظون الإمام زين العابدين السجاد صاحب هذه الليلة الجامعة في عنقه. وأنت تعلم من هو زين العابدين. زين العابدين كان يمر بالليل يطرق أبواب الفقراء واليتامى والأرامل بابا بابا، يوزع عليهم خبز ودنانير وصرر وملابس وكل شيء بالليل، يسموه صاحب الجراب، يتلثم حتى ما لا يعرفه أحد. الأطفال اليتامى يقفون على الأبواب فيرونه فيبشر بعضهم بعضا: لقد جاء صاحب الجراب، ما ينسانا كل ليلة يأتي. فيطرق أبوابهم بابا بابا. هذا الإمام السجاد، حتى إذا وضعه على المختسل ولده الإمام الباقر رأى مثل المجل على ظهره، فسأله أصحابه: ما هذا؟ قال: هذا من حمل الجراب اللي يحمله على ظهره لدور المساكين والفقراء. هذا الإمام حبيبي، هذا الإمام المعصوم يقول: أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة؟ أقول هذا الإمام إشارة لأمير المؤمنين. طبعا ما في أحد يقول لهم مثيل في الوجود، معلوم، ولكننا نتأسى بهم، إنهم أسوة لنا. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة؟ الإمام السجاد هكذا كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، ليس دائما لكن هكذا 1000 ركعة يصلي. عنده 500 نخلة، يصلي عند كل نخلة ركعتين. وحلمه مضرب المثل: تصب عليه جاريته الماء على يديه فتأخذها هيبة الإمام، يسقط الإبريق على جبهة الإمام سبحان الله، فتنظر إليه وتقول: سيدي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي عنك. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفى الله عنك. استمرت تقرأ الآية. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. هذا إمامك السجاد، شوف الأخلاق، أنت حرة لوجه الله. طاووس يقول: أنا جئت، معروف طاووس، جئت أطوف في الليل فرأيت شابا نورانيا جميل الطلعة يقرأ القرآن ويدعو. هو الدعاء عند الإمام زين العابدين، مدرسة الدعاء. انظر الإمام يقول لك: إذا أردت أن تكلم الله فكلمه بهذا الدعاء، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن بخشوع ودموع. كان إذا قرأ القرآن ربما مر به المار على داره فسمع صوته فصعق على الأرض من قوة صوت الإمام. حتى سألوا الإمام الباقر، قالوا له: يا ابن رسول الله، كيف ما كان أحد يستطيع أن يسمع صوت أبيك الإمام السجاد ويقع على الأرض، وكيف كان الناس يسمعون صوت الرسول النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي؟ قال: إنه كان يقرأ على درجاتهم ومستوياتهم، لكن أبي يقرأ على حالته الطبيعية، هو بأبي وأم. فإذا سمعوا ذولا، خصوصا أهل السقاء، الماء السقى يأتي، السقات يمرون قبيل طلوع الفجر يسمعون زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه يقرأ القرآن فيقعون على الأرض من صوته، صوت حزين لما يقرأ القرآن بأبيه وأمه. هكذا كان بأبي وأمه. فطاووس يقول: نظرت إلى شاب متهجد، بعد ذلك قرأ القرآن حول الكعبة، رفع يديه: إلهي إلهي غارت نجوم سماواتك،
إلهي وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين، فأسألك يا مولاي بحق محمد وآله ألا تحرمني النظر لوجه جدي رسول الله. يقول: قلت له: سيدي أنت الإمام زين العابدين. قال: وما بذلك؟ هذا دعاء يا طاووس. الآن هذه الأخيرة، الكلمات اللي تنقل ينقلها ابن شهراشوب وغيره، أهل البيت ما يذكروها وأنا ما أحب أذكرها. وما بذلك، أنت عندما تتجه إلى الله رب العالمين لا يردك، سله بما تريد، الله يقول لك: خذ سلني أنا أعطك. من قال 10 مرات يا الله في سجوده صيح فوق رأسه: سل حاجتك تقضى. شنو عندك؟ 7 مرات واحد، الرسول صلى الله عليه وآله خرج رأى رجل ينادي 7 مرات: يا أرحم الراحمين يا أرحم، فأخذ يده قال: ها هو أرحم الراحمين أمامك، سله يعطيك، الله يعطيك، خذ حاجتك من عنده. الإمام السجاد يقول: إذا قرأت وخشع قلبك ودمعت عيناك فدونك دونك، أخذ حاجتك لأنك وصلت، أخذ حاجتك. هذا الإمام السجاد روح له الفداء، صاحب الصحيفة السجادية. هذه الأدعية العجيبة فيها أكثر من 140 علم، أكثر من 140 علم يا عالم بالصحيفة السجادية، رسالة الحقوق، ونحن مقصرون بحق الإمام سلام الله عليه. هاي رسالة الحقوق وحدها صدقوني تحتاج إلى أشهر وأيام وليالي بحث وتنقيب وكتابة وتأمل وتفكر فيها. يجيب لك الحقوق كلها، من الحق الأكبر الذي هو حق الله عليك إلى حق ولدك الصغير، كيف تتعامل معه، حق الأم، حق الوالد، حق الإمام، حق الصلاة. بعدين يبين لك أن هذه الأجهزة التي تعمل بها لها حقوق، والفعل الذي تصنعه الأجهزة له حقوق أيضا. هذا شيء عجيب جدا. كذلك في صلاته، في عبادته، في دعائه. وكان روحي له الفداء ممنوعا من الكلام، كان ممنوع من الكلام، هذا الشيء الذي يؤلم القلب. ويقول لأصحابه: بعد رحيلي 40 يوما سينطق ولدي محمد الباقر ويتكلم ولا يمنعه أحد. أما الإمام كان ممنوع عليه الكلام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الإمام ممنوع، ألم يمنعوه بالشام؟ وقطعوا الخطاب ماله، استمر هذا المنع معه، حتى هو كان يقول، كان يتمنى أن يحصل على فرصة 3 أيام يكلم الناس فيها من الصباح إلى المساء. الآن هذا المنع موجود عنده بأبي وأمي. لذلك مظلومية الإمام السجاد مؤلمة والله العظيم، تلاحظوها أنتم، مؤلمة بشكل عجيب. قام وأعطى هذا الدعاء للعالم، أعطى رسالة الحقوق، ربى جيل كبير، صار الإمام زين العابدين يأخذ المماليك، العبيد يشتريهم بأمواله يربيهم عنده. تعرف هاي ولا ما تعرفها؟ 10,000 مملوك الإمام السجاد رجال ونساء رباهم عنده في البيت. كل 1000، كل 2000، كل 3,000 يدخلون عند الإمام سنة واحدة، يدرسهم، ينظر لهم. هو اللي يبقى عند الإمام ساعة يأخذ كل شيء، كيف سنة؟ ثم يحررهم ويعطيهم أموال ويبعثهم إلى أفريقيا، إلى الهند. أول من أدخل الإسلام في الهند هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وكانت الهند مسلمة لولا أن الاستعمار البريطاني دخل في الهند قبل 500 سنة وعمل العمايل وقصة غاندي وكذا، الآن ما أدخل فيها.
وإلا الهند بلد مسلم. الإمام علي بن الحسين أرسل رجال إلى الهند رباهم علماء فنشروا الإسلام في كل ربوع الهند، والهند كانت مسلمة، وفي أفريقيا كذلك، وفي الحبشة كذلك، وفي الصين كذلك. اقرأوا تاريخ الإمام السجاد وتأثير الإمام على الصين، وكيف كان يبعث طلاب علم، علماء، خطباء، نائحين على الحسين، يبعثهم إلى كل مكان في العالم علي بن الحسين. وحتى النساء كان يربيهم هذه التربية الصحيحة، يوم عيد الفطر يجمعهم في البيت، يقول لهم سبحان الله، يقول لهم كم ذنب ارتكب علي بن الحسين بحقكم، يصيرون يبكون، يقول أنا أذنبت بحقكم فأنتوا تعفون عني وأنا أعفو عنكم والله يعفو عنكم. يا سيدنا أنت تذنب بحقنا، احنا عايشين في جنة. قال أنتم أحرار، كل واحد هذا مال وين أهلك، يوصله إلى أهله، يجعله هناك نائبا عنه. سبحان الله، خطيب، نائح، رواديد. الإمام السجاد كان يصنع رواديد نائحين بالآلاف. اقرأوا التاريخ بصورة صحيحة، شوف الإمام ماذا صنع. الإمام زين العابدين تاريخه عميق، بحر متلاطم تاريخ الإمام سلام الله عليه، حتى علماء المدارس الأخرى كان يعتقدون فيه، أنا ما أحب أذكرهم خليهم، لكن هذا الزهري وغيره كان هكذا يأتون للإمام زين العابدين يتعجبون منه ويوصيه، يقول له يا زهري لا تجعل نفسك جسرا للظالمين يعبرون عليك، احذر، انت عالم، احفظ العمامة، احفظ منزلتك، لا تنخرط مع الظلمة وأعوان الظلمة، وبعد ذلك تكون فتنة للناس وللجماهير لما يرون عمامتك هذه المقدسة مع الظلمة تعيش معهم، فتكون فتنة عليهم. يا زهري، يقول له احفظ عمامتك، احفظ علمك، احفظ نفسك، لا يجعلونك جسرا لهم يعبرون عليك الى مآربهم ومصالحهم، بعدين لما تنتهي مصالحهم يكسروك الشكل ويتركوك. فكان ينشر الوعي بأبي هو وأمي الى ما شاء الله. انا اللي لاحظت اكثر من 10,000 هؤلاء الذين رباهم الامام زين العابدين، ونشروا العلم والإسلام في كل مكان في الأرض. وتعال شوف الأخلاق، يعني يصنعه هذا تلميذ الإمام يحمل أخلاق الإمام السجاد سلام الله عليه، وينطلق بها في كل مكان في الأرض. يستقبله رجل يشتمه فالإمام ما يرد عليه، وبالمدينة لاحظ، لأن المرحلة كانت تقتضي هذا اللون من الأخلاق يكون مرسخ في نفوس الناس. في مقابل بني أمية وماذا صنعوا بالمجتمع؟ نشروا الفساد والغناء والخمور والاستهتار في كل مكان. الإمام السجاد قاوم هذا الطوفان الفاسد، قاومه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فشتمه الرجل، الإمام لم يرد عليه، بعدين رجع من هذا الجانب شتمه، الإمام ما رد عليه، رجع من الجانب الثاني التفت، الإمام معه رجال لو أشار لهم لمزقوا، هذا تمزيق، لكن الإمام لا، قل اتركوه. بعد ذلك شلون غبي هذا الرجل، أجي عند الإمام قال إياك أعني، تصور أنا ما مشتمك، أنا أشتمك، إياك أعني، قال وعنك أغضي، لأن الله يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت ما أنت لست مسؤولا أنه كل واحد يسبك لازم تسبه واحد، لا، هالشكل تتمزق حياة الإنسان. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. صفة الإنسان المؤمن أن يحفظ لسانه، يحفظ شخصيته،
فشوفوا الخلق العجيب، سبحان الله. هكذا كان بأبي وأمي، يصلي 500 ركعة عند كل نخلة، 500 نخلة كل نخلة ركعتين، يعني 1000 ركعة يصلي. بعد شيء آخر كان يصنعه الإمام روحي له الفداء، بحجم الخطباء اللي كان يأخذهم ويهيئهم ويربيهم الإمام زين العابدين، ويوصي ولده الباقر روحي فداء رب هؤلاء خدام الحسين. لاحظ كل حاجاتهم يقضي لهم إياه. بعدين يأمرهم، يطلب منهم أن يقروا لمجالس، ثم هو يقرأ مجالس على الحسين، يجلس مجالسة مستمرة، يمشي في السوق يسمع الساء هذا القصاب يسأل الغلام، يقول هذا الكبش نذبحه هل سقيته ماء؟ الإمام رجع وسط السوق في المدينة، القصاب يقول هذا الكلام، الإمام رجع، الإمام زين العابدين وما أدراك ما الإمام السجاد، رجع عند القصاب قال أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال إي والله سيدي، نعرضه على الماء أولا. أدار وجهه إلى كربلاء ونادى بصوت حزين: أبا يا حسين، نور عيني يا حسين، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنا. هذا بكاء، إذا وضعوا الماء والطعام بين يديه يقلبه ويبكي: أأشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا؟ أبو حمزة الثمالي داخل على الإمام يراه هكذا يبكي، قال سيدي أخشى عليك أن تموت من البكاء. هذا مع العبادة. فاطمة أخت السيدة زينب بنت أمير المؤمنين دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري، قالت يا جابر إذا كان أحدنا في أهل البيت يريد أن يهلك نفسه في العبادة فأرجوكم خلصوه. قال ما الخبر يا ابنة رسول الله؟ قالت هذا علي بن الحسين زين العابدين، الليل والنهار عبادة ودموعه تجري وقد أثرت العبادة على صحته. فجاء إليه جابر بن عبد الله الأنصاري يقول له سيدي هون عليك، فاستخرج كتاب، قال يا جابر هذا كتاب جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فتحه قال اقرأ عبادة أمير المؤمنين. فأين نحن من عبادة أمير المؤمنين يا جابر؟ شوف كيف كان يعبد الله. فجابر صار يبكي، يقول بهاللحظة دخل أبو حمزة الثمالي فقال له سيدي أخشى عليك من الموت، سيدي أليس القتل لكم عادة؟ يهدئ عليه يهود عليه. وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال نعم. أجل بلى يا أبا حمزة، ولكن أسألك يا أبا حمزة هل سبي النساء لنا عادة؟ أنا ما مر علي يوم وليلة وساعة إلا تذكرت فرار عماتي وأخواتي في كربلاء، من خيمة إلى خيمة ومن مكان إلى مكان يفترا خوات حسين، من خيمة لعد خيمة يبجن ويان راح ويان ما مش بالكفر شيم. الله، هذا الإمام روحي له الفداء. شوف القضية وين، إلى أي مستوى تصل عنده. فكان يحمل بيده، هذا بيده اليمنى يحمل واقعة الطف وينشرها إلى العالم، ويتحدث عن مشروع أبيه الإمام الحسين وعن قضية كربلاء وعن كربلاء المقدسة وعن رسالة كربلاء إلى العالم كله، ثم بنفس الوقت يربي خطباء ومتحدثين ونائحين ورواديد يربيهم، ثم يبعث علماء يدرسون عنده يبعثهم إلى العالم كله. ولا تنسى أن الهند أول من أدخل فيها الإسلام هو الإمام زين العابدين سلام الله، هذه لا تنساها. وملايين البشر في الهند وأفريقيا والعالم والصين كلهم دخلوا في الإسلام ببركات الإمام. صحيح هو ممنوع من الكلام،
لذلك التجأ بأبي وأمي إلى أن يربي هذه الكوادر والطاقات من الشباب. سلام الله عليك يا سيدي ومولاي، روحي لك الفداء. وعاصر كربلاء، وكان إمامكم في كربلاء، كان في كربلاء علي بن الحسين زين العابدين، فمرض في كربلاء. الآن هو ينقل وقائع كربلاء، يقول الطريق، كل الطريق أنا أسمع والدي الحسين ما نزلنا منزل إلا وذكر يحيى بن زكريا. قال من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فمرض الإمام السجاد، لماذا؟ حتى يسقط عنه التكليف. لو كان سليما يعني صاحي وليس مريضا كان يمكن أنه يقاتل ويقتل فينقطع، يعني هذه حكمة، حكمة من الله، رغم أنه موجود مع الإمام الباقر، وهذه حكمة رب العالمين لاحظها. الإمام الباقر في سن الرابعة كان مع أبيه الإمام زين العابدين، لكن أكبر موقف الإمام السجاد كان في الخيمة فسمع أباه الحسين ينادي وقلة ناصرا، أما من مغيث يغيثنا، أما من موحد يخاف الله فينا، أما من خائف من النار يرجو الله في إغاثتنا. طلع الإمام زين العابدين وصاح لعمته زينب، قال عم زينب أعطيني عصا وسيف. السيدة زينب أعطته عصا وسيف، ما تصنع بهما؟ قال العصا أتوكى عليها والسيف أقاتل به دون ريحانة رسول الله. فخرج إمامكم لاحظوه، فلما نظر إليه الإمام الحسين أرجعه إلى الخيمة، قال أخي زينب أرجعيه لئلا ينقطع نسل أهل البيت وآل محمد، أرجعيه. قال له حبيبي عد أنت الآن بأي حالة يا نور عيني، وقبله. واستمر إمامكم بهذه الحالة، ما مرت على إمام بعد الإمام السجاد هذه الملحمة إلا عليه بالذات وعلى ولده الإمام الباقر سلام الله عليه. تعرض للقتل أكثر من مرة، سحبوه، سحبوا الفراش اللي هو نائم عليه فألقي على وجهه وأشعلوا النار بالخيمة، وجاء عمر بن سعد وقال اقتلوا هذا الغلام. فيلتفت إليه شبث بن ربعي ويقول تقتل غلام لماذا؟ هو مريض، اتركه لما به. وعمته زينب تدافع عنه وتحامي عنه، وأخذوه بأبي وأمي إلى الكوفة. وهو نقل لكم، نقلت لكم القصة أنه السيدة زينب تخبره في هذا الخبر في حديث أم أيمن، وتقول له يا ابن أخي سيأتي ذلك اليوم وسينصبون علما وقبرا ولواء لقبر أبيك الحسين في كربلاء المقدسة. فيزداد إشعاعا وإتلاقا على مرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أمره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. أحبتي الآن مع إمامكم زين العابدين وأنتم ماشيين معه، دخل الكوفة، ألقى خطاب في الكوفة، خرج من الكوفة والجامعة في عنقه. تعرف الجامعة، سميت الجامعة، الجامعة تجمع اليدين والرجلين وتجمع صدر الإنسان على بطن الراحلة على ظهر الراحلة. بهذا الشكل الإمام جاءوا به من الكوفة إلى الشام، ودخل الشام على هذه الهيئة. واحد اسمه عبد الله العسقلاني، هذا الرجل من أهل المدينة، غير هذا، غير سهل بن سعد. يقول أنا تعجبت، كنت في بيت المقدس بعدين دخلت الشام، رأيت الأسواق معطلة، الدكاكين مقفلة، لكن الناس في الشوارع يغنون يرقصون، تعجبت. قلت ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا من أين أنت؟ قلت أنا من أهل المدينة. هذا غير سهل، غير سهل. يقول قالوا هنا الخوارج الآن تدخل قوافلهم وجمالهم يدخلون علينا. قلت من الخوارج؟ قالوا الخوارج،
واحد اسمه الحسين بن علي قتل في كربلاء، خرج على يزيد. الحسين بن علي؟ أي علي؟ علي بن أبي طالب؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا الرجل التقى بسهل بن سعد، سهل بن سعد يقول أنا دخلت فيعني أخذتني مثل الدهشة، لماذا هذا المظهر اللي كله فرح وسرور؟ فرأيت جماعة يبكون، قصدتهم مسحوا دموعهم، نظروا إلي، قلت ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا من أنت؟ قلت أنا سهل بن سعد. ممن رأى محمدا وسمع حديثه قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما، ولما والأرض لا تنخسف بأهلها، ولما؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون، من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. صلوا على محمد وعلى محمد. يقول جئت إلى باب الساعات. الآن سهل يقول وعبد الله العسقلاني يقول، سهل يقول رأيت جواري نساء دنوت من أولاهن أول وحدة، قلت يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قلب خلع لهذا الكلام، سبحان الله. عبد الله العسقلاني يقول أنا صرت أتمشى مع الجمال وأنظر إلى المحامل فنظرت إلى سيد جليل وقور عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك وعليه جامعة في عنقه، يقول نظرت إليه رأيت نفسي أني أعرفه هذا، لأن هذا كان جيران جار الإمام الحسين. يقول أمشي أنا أمشي معه أمشي معه، بعد ذلك هاجمت المحمل قلت سيدي بالله عليك ألست أنت علي بن الحسين زين العابدين؟ الإمام قال بلى أنا علي بن الحسين. من أنت؟ قل سيدي أنا خادمكم أنا عبد الله العسقلاني. يقول التفت إلي، هذا الطلب وجهه الإمام إلى سهل بن سعد ووجهه إلى هذا الرجل، يظهر مرتين لأن الجامعة أثرت في عنق الإمام زين العابدين. كان يطلب منه خرقة قماش طوى عمامته، يقول جعلتها تحت الجامعة فجرت الدماء من رقبة الإمام زين العابدين. الآن بهذه الحالة والكيفية أدخلوهم على مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليه. الإمام التفت إلى يزيد قال يزيد أسألك ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذه الهيئة والحالة عندك الآن ماذا يصنع؟ فأمر بالحبال فقطعت، ثم دعا بمبرد، يزيد دعا بمبرد وصار يبرد الجامعة، يعني ما يقدرون يفتحوها، حتى رفعها من عنقه وجرت الدماء. وصنع ذلك الصنيع برأس الحسين سلام الله عليه، والعقيلة زينب قامت أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسينا يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء، فأبكت والله كل عدو وصديق. فاطمة بنت الحسين تقول أنا إلى جنب عمتي زينب نظر إلي رجل شامي جالس عند يزيد، قال لي يزيد هب لي هذه الجارية تكون خادمة عندي. شوف مظلومية الحسين، والإمام السجاد ينظر. تقول أنا خفت وارتعدت ولثت بأطراف عمتي زينب، وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يجوز، فقالت زينب روحي فداها للشام، قالت ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس. يزيد قال إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ هي ما سامع واحد يشتمها ويسبها إلا بذاك المجلس، إلا بذاك المجلس زينبها شتمت
وقام هذا يقولها يا عدوة الله. هي والله العظيم تمنت حضور شخص واحد فقط هناك بالمجلس. أشو كلكم صحتوا أبو فاضل، ها؟ ما هو في قلوبكم موجود. تقول له أتمنى أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود، ويشوفك قبال اليوم تضرب راس أخوي أبو. خويا انا تحيرت والله ببناتك، والكدر نعيش خواتك. هاي تقول عمه ويا عمي، وذيك تقول فارقني ابن امي. اخذ اخذ النتيجه معي. الله يبارك فيك. الليله شهاده الامام. نحن نعلم ان الوليد ابن عبد الملك لعنه الله عليه وعلى ابيه مع اخيه هشام دس السم للإمام زين العابدين في هذه الليلة، وجلس الإمام في هذه الليلة يتقلب، والسم قد قطع نياط قلبه، فما أصبح الصباح إلا والإمام قد قضى نحبه مسموم مظلوم. رحم الله من نادى وإمامه ومسمومه وعليه. بارك الله فيكم. لكن أنا عندي عادتي أني بهالليلة أقرأ بعض مقاطع من خطبة الإمام، وإحنا معاكم رايحين. قام يزيد أخذ الإمام معه إلى الجامع، المسجد الجامع، فدخل بالمسجد الجامع الإمام سلام الله عليه هناك. العائلة نقلهم إلى الخربة. رقية من بين العائلة اللي بعد ليلتين أو ثلاث تكون وفاتها، روحي لها الفداء. دخل الإمام السجاد في المسجد، يزيد يريد أن يغطي إعلاميا، أمر الخطيب أن يصعد المنبر ويخطب خطاب ضد الإمام الحسين وضد الزهراء وضد الإمام أمير المؤمنين. صعد الخطيب يخطب، وإذا الإمام زين العابدين يقول أيها الخاطب بين معالم المنبر. إمامكم هالليلة وضع أسس منبر الإمام الحسين. قال أيها الخاطب اشتريت، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ارتج عليه هذا الخطيب اللعين ونزل. لما نزل التفت الإمام، الآن المنبر فارغ، فالإمام ما يريد واحد يصعد مرة ثانية من خطباء بني أمية ويخطب. الإمام السجاد قال ليزيد، قال يزيد ائذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. يزيد قال لا ما تصعد. سكت الإمام ما حكى. الناس سمعوا هذا الكلام صاروا يلحون على يزيد، لماذا لا تأذن له يصعد المنبر يتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولنا أجر وثواب، لماذا تحرمنا؟ قال إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. شوفوا إمامكم، شوف الحق شلون ينطق حتى على لسان أعداء الله. قالوا أيها الأمير وما يحسن، وما قدر هذا الفتى وما يحسن من شيء، إنه شاب مريض عليل. انظر لأنت الآن أصلا ما عنده قدرة على الخطابة، يصعد على المنبر إذا رأى الناس ترتجف يداه وتصطك أسنانه ولا يقوى على الخطاب. قال إنكم لا تعرفونه. أه من هو؟ قال إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. من هو؟ قال ما عليكم، لكنه هو إذا صعد المنبر يفضحني في هذا المجلس. صار يلحون عليه أكثر والإمام ساكت. الإمام بعد ما قال ليزيد مرتين، مرة واحدة قال وسكت. فألحوا على يزيد أذن له، صعد المنبر. أسمع الآن أي حالة، شوف حبيبي هذا المحب لك يقول لك فدوى أروح له الوجه الطيب، شوية التفت. في أي حالة الإمام الآن؟ عمته زينب وأخواته وأخت رقية الحبيبة وكلهم بالخربة، ورأس أبيه الحسين على قصر يزيد. التفت، والآن هو يصعد المنبر، قبل لحظات رفع الجامعة، يعني أثر الدم في عنقه موجود. فما الذي يقول والناس عندهم عيد
وأعلنوا عيد. شوف قوة الإمام زين العابدين سلام الله عليه وعظمة الإمام زين العابدين. أنا أقرأ لكم مقاطع منها. صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، خطب خطبة أبكى منها العيون وعوجل منها القلوب، ثم قال: الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاد له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، اسمع البلاغة والفصاح والنور. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وأزال محاسنهم وغير شمائلهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم. فخذوا من صالح الأعمال. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. منو أنت سيدي؟ أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردع. كيف يقولون خارجي؟ أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، يعني نحن أهل مكة، نحن أهل زمزم والصفا. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من حج وسعى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى. الله أكبر، من هذا؟ جدك رسول الله. أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى. الله، سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام فارس صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأمضاهم شكيمة وأشدهم عزيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى، ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم
ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، خيفي عقبي، شجري مهاجري، من العرب سيدها. من هو من العرب سيدها؟ ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن ابي طالب. الله أكبر. هذا الإمام علي يلعنونه الآن، يقول عنه ذاك جدي علي بن أبي طالب. بعد، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهرة، أنا ابن خديجة الكبرى. إلى هنا عرف الناس أن أبويه محمد وعلي، وأن جدتيه فاطمة وخديجة، لكن ما عرفوا هل هو من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين. أبكى العيون، هاي كلمة الدعاء اسمعها، أبكى العيون بهذه الكلمات حينما قال أنا ابن المذبوح بكربلة، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن من رأسه بأرض وجسمه بأخرى، لم يزل يقول أنا حتى ضج المجلس في البكاء. يزيد أمر المؤذن أن يؤذن، صاح المؤذن الله أكبر، فقال له الإمام كبرت كبيرا، كبرت كبيرا لا يقاس، ولا شيء أكبر من الله. فلما وصل المؤذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله، الإمام قال شهد بها لحمي وجسمي وعقلي وشعري وبدني، وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، بكى الإمام وهو على المنبر، وقال ليزيد، قال يزيد أسألك محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وأثمت وكفرت، وإن قلت بأنه جدي فلما قتلت والدي الحسين وسبيت عياله وأطفاله؟ ونزل من المنبر واجتمع عليه الناس، هذا يقبله والآخر يعتذر منه. يقول المنهال ابن عمر رأيت الإمام بهذه الحالة، قلت له سيدي كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحنا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. يقول بينما أنا أكلمه ويكلمني، كلمة الدعاء اسمح اسمح، يقول بينما أنا أكلمه ويكلمني وإذا بامرأة تعدو خلفه تمشي وتصيح إلى أين يا بقية الخلف، إلى أين يا رجانا؟ يقول لما سمعها تركني وأسرع إليها، قلت من هذه؟ قالوا هذه عمته زينب. يا عم يا عم علتك هيجت حزني وقيادك مرمر فادي وفتني، والله عاد العلي إلي باشرون صباح ومساء يتفقدون. يا الله الليلة الجمعة لا تقطعوا البث يا أنوار يا طيبين، لا تقطعوا البث. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اقرأوا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله. ختام المجلس الليلة بارك الله فيكم، حوائجكم اخذوا حوائجكم، لا تطلعون، لا تخرجوا من دون قضاء، حوائجكم كلها مقضية وحق الحسين. الليلة جمعة وأنتم في ختام المجلس، وهذا المجلس إنما هو لتهيئة زوار الحسين، وإن شاء الله يكون عندنا مجلس بعد أيام، 5 ليالي أو 10 ليالي في قم، ويكون من هناك أيضا بث مباشر إن شاء الله، ونتحدث فيه عن زوار أبي عبد الله الحسين. الآن معي، تقرؤون معي هكذا: اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، اسمع اسمع صوتك صوتك حبيبي، اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك
وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي. أقرأ: ولا تقطع من فضلك واكفني شر الجن والإنس من أعدائي 3 مرات. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم